انطلقت عصر اليوم فعاليات مهرجان الحمضيات الثالث بمحافظة الحريق، والذي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبرعاية رسمية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ينضم إلينا من محافظة الحريق مراسل الإخبارية عبد العزيز الموينة. عبد العزيز، مساء الخير. مساء الخير عليك يا عبد الله، ومساء الخير على السادة مشاهدي برنامج الراصد. عبد العزيز، الأجواء عندك الآن يعني هذا المهرجان، وطبعا الذي يستعرض بكل تأكيد أبرز المنتجات في الحريق. طبعا عبد الله، يعني المهرجان هذا اليوم في نسخته الثالثة، مهرجان الحريق للحمضيات. المهرجان بدأ فعلا عصر اليوم، كان دشن المهرجان محافظ الحريق. المهرجان ممتاز انه في السنة هذه يمكن اكثر من 96 جناح من المشاركين في هذا المهرجان. المهرجان طبعا يستعرض الكثير من المنتجات الزراعية، ليس فقط الحمضيات، اكثر من منتج زراعي موجود في الحريق اليوم موجود في هذا المهرجان، يعني سواء الحمضيات على مختلف اصنافها، ايضا العسل، التمور، جناح للاسر المنتجة، اركان للاطفال، عربات طعام، أشبه بالمهرجان السياحي أكثر ما أنه مهرجان خاص بالمنتجات الزراعية. طبعا المهرجان هذا فيه كثير من بيع الثمار تحديدا كمنتج زراعي، الثمرة أو ثمار الحمضيات، لكن تحديدا في هذا الجزء من اللقاء أنا بتحدث عن بيع الشتلة نفسها للمزارع، شتلة الفاكهة سواء كانت ليمون أو برتقال أو خلاف أنواع الحمضية. فهذا اللقاء يسعدني أن أرحب بالأستاذ عبد الله بن عبد العزيز، أحد المزارعين وأيضا مالك هذا المشتل. أرحب فيك عبر الإخبارية. يعني خلينا نتكلم شوي عن بيع الشتلات اليوم، يعني اليوم الإقبال على شراء الشتلة نفسها من قبل سواء من المزارعين أو حتى ممن يبي يمتلك شتلة خاصة فيه لنفسه. المزارعين يمتلكون يشترون من المهرجان هذا الحمضيات جميعها بأنواعها، وبرضو الزائر خذ الحديقة الخاصة به، برضو خذ من أنواع الشتلات اللي هي البرتقال وبصرة واليوسف فندي والليمون والترنج، من جميع أنواع الشتلات الموجودة في المحافظة هذه تتميز بإنتاجها الذي عرضه وطرح في هذا المهرجان ورأيته على أمامكم. هذا منتج ما شاء الله طيب، ومنتج المذاقة طعمه لذيذ من خصب التربة في هذه المحافظة وعامل الجو الموية الحلوة، فهذا تميزت المحافظة بهذا المنتج. فالمزارع يقدر ينتج منها كمشاريع كبيرة، الذي بيستثمر كاستثمار أو إنسان بيحط في حديقة بيته أو موجود برضو منها، لأنها عدة أنواع في المشتل هذا. عندنا 17 نوع من الحمضيات، وعندنا عدة أنواع اللي التفاح البلدي والتيوت الباكستاني والسدر الصيني، جميع الأنواع في هذه في هذا المشتل متوفرة. فيقدر أي إنسان من كان يستثمر في هذه المحافظة بعدد الشتلات. عبد العزيز، اسال عن المنتج يعني الاشهر، تتراوح من كم لكم تقريبا؟ والله موجود عده اسعار، في ب 20 ريال، في ب 35، في ب 70، في 120، عندي ب 600، عندي عمر 6 سنوات ب 600 ريال اللي هي هذه موجوده امامك. في هذه كل احجام الشتلات موجوده. برضو في شتلات جديده السنه هذه دخلت في هذا المشتل، استوردناها من استراليا. نعم، ليمون الاسترالي موجود وصورته موجوده، لو كانت كاميرا تركزه على اليمين، فموجوده وطرحت في المشتل هذا، وبشرك الحمد لله نجحت نجاح باهر. زميلي عبد الله في الاستوديو يسال يقول وش اكثر المنتجات مشهوره عندكم هنا في الحريق، او كاكثر شتله بعتوها كمنتج مشهور؟ عندنا الليمون، عندنا البصره، البرتقال، البرتقال والبلدي واليوسف فندي واليوسف الباكستاني والمغربي، كل هذه كميات باع كميات كبيرة. الترنج برضو صار عليه الأعوام هذه بعد المهرجان إقبال كبير مرة، اللي بـ2000 واللي ياخذ 1000 شتلة، كلها مشاريع كبيرة مزروعة في نفس المحافظة والمحافظات المجاورة لها. حياك الله، مرحبا ومسهلا، حياكم الله وأهلا وسهلا، شرفتونا، ونرحب بالزوار
لهذا المهرجان من جميع محافظات المملكة. مرحبا ومسهلا بكم. حياك الله. طبعا أدرينا كان هذا حديث الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله أحد المزارعين وملاك هذا المشتل. أنا بس في هالثواني أنا أعرض لك وعلى المشاهدين أحد المنتجات اللي صدتها بالصدفة. يلا. هذا أحد أنواع الترنج وأحد أحجام الترنج الموجودة هنا في الحريق. طبعا أنا أجزم لك أنه طبعا الطعم خرافي أكيد ما فيها كلام. شيء رائع. ما الحجم طبعا هذا الحجم انا ما اعتقد ابدا اني شفته في اي سوق في الشمال او في الرياض على حجم هذا ما في. طيب عبد العزيز يعني اكيد انك اخذت حبه نادره طبعا يعني دعم هذا جبهه المخرج يا عبد العزيز هذا الدعم ويستاهلون طبعا. فهد العكال يبغى هالترنج اللي بيدك يبشر يستاهل ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه عطشنا يستاهل ان شاء الله ابد يبشر حول هذا المهرجان طبعا في محافظه الحريق مهرجان الحمضيات. شكرا يا عبد العزيز.